اخر مباراه كانت طنجه الموسم اللي فات وفزنا بواحد صفر. اليوم شاءت استضاف ان يكون في طنجه ان شاء الله. الحمد لله يعني اليوم اداو بشكل مطلوب رغم اننا كنتسناو اكثر وقادرين انهم يعطيو اكثر من الحمد لله. النتيجه اليوم كانت مريحه نوعا ما. لا شوف رقم واحد وملي نهضروا على البوبليك ديال الرجاء فانت كتهضر على الابداع، كتهضر على شي حاجه اللي كتكون دائما خارقه للعاده، كتهضر على شي حاجه اللي دائما جديد كاين. اليوم كانوا ما نقولش رقم واحد اكثر ما نقول لك اللاعب احسن لاعب في المباراه كانوا جمهور الدراجة الرياضي. اعطاء دافع قوي للاعبين، حفز اللاعبين، قمصان اللاعبين، ما نزلش يديه من تيقشوا اللاعبين. واليوم اللاعبين راه رجعوا ليه شويه من داكشي اللي يستحق، رغم ان الجمهور هذا اللي يستحق هو الالقاب وخصوصا الشامبيونز ليغ هذا الموسم هذا ان شاء الله بحول الله.